باشا على عبدي باشا نبي ساندي ازي كومنتي اوبخين اخي علي اصلي رمي من هسكيف تزعمت عائلة العشيرة الميرسينية والان نحن في روج آفا. اذا كانت كلمة مهاجرين تنطبق على قسم فهي تنطبق على الجميع فكلنا مهاجرين. اذا باش يشترى هاجر بفي بفي بيفانا جوج نزانا تقول الروج آفا كردستاني بفي بيفاني تقول حمو مهاجرين تش هسكيفي هاتي روج آفاي كردستاني كبويم منطقي به تبي جو قوا أفنا بلما بو جي إيه جبر شر إيه جبر قصفي رفيا لي تشجي خوا هاتي جي كيدن دي ما كسر تشجي كرك بي قوتن مهاجر لتبي خاكا كردستاني نمهاجر خاكا تي أزانا بيت تشد بيش خوشكش تا فهم دكم لي مخابر روش ولو أزي بيجن بي شكري اوزان سلاف وريز جفر تاج زيرا بوطان شتا وشاه بس نيارة وش كردا حمورة سلاف وريز جبوتا وميفانيتا امجي سلاف على تتكن ما جي جعبي تتكن على عبدي باشا نبي سانديزي كومنتي وحمو أبخينم على عبدي باشا بي العصابات الأرمنية والنسطورية مع الجيش الروسي ارتكبوا المجازر بحق الكرد باست بيجي اشترى تبي برتوكا حمد أمين زكي دجي دبي جيت صالح حزار وحيسد ونوضو حيشتات تي بيرامي ولو نبيسان دبو حزار حيسد نوضو حيشت دبي كردو أرمنا قند شهف قلاندن شما كرد سلما بو بسر دولة عثماني فبو خلافة أب مسالي ولو أرمني جي بسر روسا بو بسر روسا بو روسا تشجوان تخز دكرن نتبه تيتنك جوان بي كردال ما ولو كره فانا كش ترون و چيرو كانت چيرو كانت و اسكارم بيجم جي بسمامي باوي مگو گو قال كي ما باوي مجمر گوتن گواك امجبر توباران كرنا روسيا امرضيان از وي بي كورتاي جور بيش گو مالا ما يعني مالا ما مالا كولو بيش هاتن رضيان گيان كيجان دريز نزانم چي چاي سيپاني يي هاتن بالي موشي نزان خو اوجي اگرين يعني نزي كي تو تاقين گو كتن خانه كي خانه چيلكاي بي چي ترسيانه جبر قصفي و ايريشي گو گوا كتن گو هناك ارمني هاتن اگر بدورا و خانه خستن گو او جندرمی ترکا هاتن آگر ومرا ما او جندرمی کی بون کرد بون سدی سد گو گواگ بوی آگر پی خستن آیا گو پیرکا یعنی جا کالکیمه ها جا کالکیمه گو محمد ابراهیم ده تاقه که ده تاقه که دوی خانه ده گو تی در کبن یعنی گها بون نخورتی قرد بون ام بین 14 سال 15 سال انزان چقاسی از بیم از تخمین دکم 15 و 16 نشیش برگو زاینا کالکیم 1800 و 98 بو تشکی ولو دبی گوتن در کبن برا قتشتک بوان نی دبی گواگ او محمد ابراهیم چون رفیان وان دابون دبی ایما پشتی لشگره هات آگر و مراد ام وگریان گنده خواه دبي جا غواك بيركاو مر يعني جا محمد جا حج محمد دبي قوتي قزمرم وني طاقكي دب تربامت شيكن قوة محمد وبراهيم ديت وني تيد بانكن وني بينفاي ما محمد وبراهيم ديت محمد قال كيمنه براهيم أم نزانا براهيم واندابو أم نزان سبب واو ناس كربي كيني براكس خونك فرشتو ملائكة خدي تعالى أو جيب سرو سببو اما با او سبب اكن گو كه قال كك ما وندا بري قال كيم وندا باش از دخينم زكي محمد اما مستزكي سلافوري سرچاوي ما مست على عبدي باشا المهاجرين لقب اطلقه الكرد على الكرد اها وكما انا وجاباي كرساني كردا قبل قبل كردا كان في عربة قازم في معلومة يجيبهم تصنيفة أمني سوري أمني سوري شخش كردي مي روج آوا خير بون علمين تصنيفة أمني سوري جمرجي داني بون عشيرة المهاجرين أف آقاهي كي جمرقو ما مستام محمد جزاع سلاف وريز شير قال لك جوابي نازدكن قو أمني سوري أف تصنيف دابو داني بون عشيرة المهاجرين جبو بيجن قو كرد تننه للسوري مهاجر وعشيرة كي نافع عشيرة المهاجرين ديمك مهاجر اف جنبونا امن نا حاجة كان قوتنك نك كردية مشتاق قوتنك نك كردية سباس على عبدي باشا سلاف وريز اشتر
باش آزاد علي، حسب الإحصائيات تقدر عدد عشيرة الحسنة في كردستان بجميع أجزاء العرب وحتى في روسيا وأرمينيا بأكثر من 2 مليون نسمة، وهذا تقدر الإحصائيات. التجمع الأكثر تواجدا في تركيا مدينة موش تعتبر معقل عشيرة الحسنة. بيشترج لي أنا دبيجن خالد دبيجن أنها 4 مليون جهنة، 4 مليون خدن سرهب جاميرا أو وبشاغي وانها شاغي وان أنا ميفاني مي حج الشكري بو شاه بسنيش خد بي أم شاغكن جي هسن عيان حسنة. ما مستر محمد حاج حمو سلافوري اشترج فيرتا عمودا دلالي. ما مستر زكي ايوار باش تره هيجا قل لكي خوش حسن محمود قلتنا قل كي خوش دبي امي اجارة خانية الوزي دبكن خديكر ملكي مهنة خديكر الحمد لله باش مهاجر تيرا خوهبون اش قولا وده لي قلتنا مهاجر جي تبي ولو قلتنك عربية ونتجر مي كردادية لي قلتنك و تیاوی استمکاری سروان هاتی ظلم سروان هاتی یعنی باش گو گه استمکاری سروان هاتی نگو او استمکارن دی یان مظلوم نه ظالمن مالا خدای آبا اونی کریم قی برات ساوی چا کری هبا و زیده نکرایا مینا خلکی می سریکانی گوا جارا پیشین و وی وی داوی جارا پیشین گوا قربا شام کتن سریکانی ای خدای خانیه کری ما بهابونه کلوان باکرم از آمده بوم و از حاضر بوم. خضر سلیمان دستخوش مهاجر مجموعه عشائر بجشترم یوسف شیخ ایوار باش سرسری می سرچاوی می نجاری نمهاجرم حسن نا مهاجر که مهاجر لوان کرن ایگو حربا عالمیه یکی دش بر تو بارکرنا روساده ایریش لوان کرن مهاجر جوانا هات قوتن مهاجر ازاد علي ود بي بدلي سوان و آگري و آمد و رها ماردين و باطمان و جوان دجيد بي كوچبر بون لهندره باجارين تركي وك ادنا و ميرسين و ازمير و انقرة و اسطنبول. برزان عزالدين عباس دبيجي ايوار باش قلي جاميرا امجيشتر بين ايوار باش جاميرو سباس سلافوريز شتر از دخوینم کومنتی و دخوینم ازاد علی دبی وفی سوریا دبی سوری هبون آوان لی باجارین سریکانیه دربیسیه حسکه عامودی قامشلو تربسپیه دیرکه کوبانی و گریسپی و عفرین و شام و حلبی هبو اول سر حسنات بیجه یعن حسنا چندار دبی پیر کامه حیداری بود دلوانی خودی لی به دولت بو و هیناجی دولتن او جاوه یکشتر بیج تر و شپیرکاتر بو گوتا شپیرکاتر نها ده هات گوتن پیرکامه حما خوده لیبه نها ده گو اه مهاجر به خودی کسی ویتن بلکی به اصل شحی درار بیجن ایگو بری 100 سالی 20,000 مال بو جاور نکن ام ملتک خزانن بلنگازن خوده آلی کاریمه بی أزاد علي دبي في العراق تكون تواجدهم في مدن دهوك وبلدات تابعة لها زمار وآقري كردستان خال كردستان العراق كردستان وسيميلي وقندين بسر آمدي دو والإيراني ومهابات وكرمانشاه والقلة قندي نيزيكي سينوري تركيا راسته أزانم ككيمة أزانم جاندار باش ازاد به الى حسنا حفت فخزن شيخ كاو سيدا وترويا وامريكا واسعديا وفارسيا وشويشا ويعتبر شيخ كا من اكثر فخز عددا وكبيرة عشيرة الحسنة عائلة خالد بيك وعائلة عارف بيك وعائلة صوفي بيك شاه بس نجي هنا فخزي وان قال لكن اما اس كومنتي واتخينم هدي هدي اس كومنتي واتخينم حسنات حلفان تلسرت المبز دبيجل سر اي برشيكل روج اواي كردستان يبون ولستان طاهر سوباري ايوار باش سلاف وريس شطر بس ما مي مجاندار تشمر نفسان دبيتا ام هتك عندن شرش دبيتا ام هتك عندن مقوقابات قوتنا حمد امين زكي دي دبيجي اف ايلاني كردي اف سي ايلانيك بيتر سر سينور اي قول تركات خستن عثمانيات خستن والروسات خستن والايرانيات خستن ومالي فرصة يعني مالي فرصة جوان تسندن و وجارنا الكردي باشوجي تخصن نافيوان يعني وقت بسمعتاوان
نافك نخوش بدوان كت هنجي ايه شربون ايه تشقلابون ايه جاندار ما از ديرو كلوت بيش حمد امين زكيولو دي ازي بيش يعني جمر نابي جمر نابي لا يابيم كوك اه قولو كس نيوان دود بي وقاسي برو نرزا چه از بيشم و اه دافيوان از بشير قط از ولو از بناشير هر تشتي مرا بيش هر تشتي اه درست بيش آگو برجوان دیا مرتی دب و آدنش دیروک دیروک بله بله اد شخوا وانشاندن وانشاندن او ترکا و فرسال هفدو کرنج گو گرد سروان ده ایلا بیتر سیبکا و حیدرا محمود کولو لا منتی کارلوی بی بی سی ده او الا فان معلومات ايه الى سيبكا حفت برلمانيه وهي هند برلماني تركي ده ازاد علي دبيجي نحن عائله ملا محمد مهاجرين من فخس الحسنه اسماء اجدادنا موجوده لدينا حتى ثامن جد ملا محمد بيري ملا محمد بيري افتورنيوي نفيوي بقوله ملا محمد بيري اف ازات نفيوي يعني لا ايلايوي و ازجي نفيه ملا محمد بيري م ازلاوي كچكاوي تلوفانيا خدي لكياني كالكيمي ملا محمد باش ها ما مستزكي ما مستزكي زكي محمد زكي عليكا دوميفانين بو دبيجي از جزميج ده جزود ناس دكم قو مهاجر جي إيلين وي منطقي بون يعني هاجروا منها إلى الجزيرة وسكنوا بين أخوتهم الكرد واندمجوا اندماجا كاملا وكثير منهم نسيوا أسماء عشائرهم الأصلية الراست أفكيني ما مستا إيقو قلكي بزاروكي تهاتن جي أفجي دبي أفجي هي هيك بقلكي بزاروك تي هاتية ونزانة يعني شبير كريه اجبر فيها يمقو كالكيم قواها شاردة بازة ساري بو كالكيم ملا محمد جي يعني باوي باوي مو باوي جامع هردو هاتنة قهاشت نزانن يعني ايلاوان چي جيوان كي كالكيم بشتي چل ساري خديوي إلا لي قريان و هاتنة راستي هنجوان ايقو شبير كرنن آزاد لای خالیم ایرو خو آمده کریب سدی سد آزاد ابن محمد خطیب ابن محمد ابن حسن علی ابن حسین ابن تمر ابن مصطفى ابن احمد خال وقتی زبیم الله اکبر خال جبرگو تدید ام کرد گمتین و بتشکی دگرن ما شاء الله ام یعنی بنه بسلمان تیامه آزاد تنی ناوه کردیه آزاد تنی ناوه کردی تید ای ناوه خاليم خاليم رحمة خديلب خاليم خطيب وكالكيم وباذي كالكيم وكالكي كالكيم تديت حسن وحسين وعلي وتمر ومصطفى وأحمد بلا خدي يعني هما ما يدز الله أكبر هما الله أكبر رحمة خديل قشابة وعمري دريش جلي خاليم أزاد أف آقاهي آقو جبريات چند مها نبي عبد المجيد بك فيديو جمرشاند و تيد دبيجي ام جشنگالي هاتن ليل جمع نخويابو غوغ سيبكا خود يشنگالي بون بري اف ملتي شنگالي آنا تيد دب علا عبدي باشا تكزدك جامير بسبور دي ديروكي دش خواه كانالاوي يوتيوب جي كلكي بسبورو تشتي خوش قدر تخي دبيجي سيبكا او خود يشنگالي اي درستو راستن ديمك على انا مهرن نقول ام بين اف شنقال اه مي والله وي هولا السرمه تشيكن عيني وي بين هولا وي بكبره ما بشو الدين لي راسته وقت تبيجي وقوتنا تجي باوريه شنقال كوكا خا يا سيبكا الى سيبكا سيف الدين حسين دبي ايفار باش وجو حموار جي دبي ايفار باش سلاف ريز ما مست سيف الدين حسين ايغو خديه ودا خوازي بو وجبو دا خوازاوي دا خوازای بجی آنی جمر گو گو تی امشتت خوازن گو تی ویدیا که چه که سر مهاجره گو جبر گو پرایا کسا
نزعن تشكي نزعن السر مهاجرة فيديا كيتشيك هاجا هيل جمتا هنا فيديا كيتشيك سر سرا سر جهوة از هين قوتني و دخوينم محمود محمد شيخ سعيد بيران حسني فسيحي محيي ميرزا حسني وأخيرا صلاح دمرتاش حسني الأصل أذياز نزعنم محمود ما مستهى أذياز نزعنم والله آزاد علي قوتنا كي خوش دنو بيسينو ومقود جي دبي آن هاد ويدا ميدا حمو إيلين كردي لكردستان السوري بونه مهاجر راي خالي ما جيروك او يه دقوتن ده هاد قوتن توفيدا ويما تشني بيس بحجيبا قل سر مهاجرات قوتن كردين ما كردين براني ما يعني براني ما استخوينك ديمك او كسي امي بيجن ازاد سر تدقو مهاجر لاي خطيبه ملا محمدي بيري يه مهاجر بلكي كمش كوزان أستيوان شي بلكي بي أصل بن أو يا جمير بي ويلسر لاي خوجي بيجي لاي دركتي أوروبا ويلسر لاي خوجي بي لاي مد بي أصل يعني إمز الجم ولو يعني أذن كفاك حالة أو حالي أو جبر رفياي نتاني ولو قلي تماشا بنا دقوتن أزي بيولو كورتاي بيجم تصال ده حزار وددو أز خالتي خوا وخورتك نجاري من زاني بو نجاري اجدا غرامة عند مشيان وخالتيه ما بهف دور ناس كرندال شامي ركن الدين مديقو افجي مخالتيه مني لا يا عبد الله يا عبد الله حاج محمد قو ها حاج محمد اي اورس ات كولاني تسكيني حاج محمد اي اورس بلا خوف دين ات كولاني تسكيني بشارع تسكيني مقو اورس شاوا يا قو سحانكاتكم قو از قو مانا ام خالي بعضيتنا من نجارا يوم قو تنجاري بيت تسرچ عبي من تخالاني بعضي من اوكي اورس شي يك جبر أورس برا في تشتك وأورس تشتك أورس يعني تدبي وقت جمر بي قال كيتا أورس يعني آنها قليتا ما شاء الله أو إني تقول أورس جمهاجرار قالوا إيش بر أسد رفياي ويبي أمي بيجن فلان كسي أسدي يعني إيش بر تروريستا إرهابية رفياي جي خاكني قرأ سوريا جغرافيا سوري أمي بيجن أو كسي إرهابي تقولوا سروان بيش يا إجبر إرهابي عربيي يا إجبر أسد عربيي نتشبيج نزانبون تشكي نباشي يعني مجين نزامبو زنجار كريبة قلكي زورة أزدبيجن بلكي مكومنت نجبير كرن بلكي مداخستون ويشغل تسر الشاشة أزبورن أم دخوينن تشتكي وهابي بنفسينن ها فاما مستسيف الدين جيني بسان دي ها تريج تريجن والله لقاك يا شيخ حاليا ها بسن أزقيهام از جاندار دبيجي دبي از نما دبيجم ام از حسني متى ام هتك نانا او نلسر حسنا بلا خط تدابا قوتني دبي اظهر دو فخزيجي دبي سيبكا وحيدرة يعني از خيو ام او قوتني هاتن قو ايريشي ترك وروسات كنون الايرانيا خصتن دنافرجي لكردي باشور خصتن او سر سيبكا وحيدرة قوتن نلسر حسنا ناهون اشتي خوازن ليا بيم اي جراوة نخوش امن بله باکوری کردستان حجی اکان دنویسین جزوزانا دا کتن دشتی بله جزوزانا دا کتن دشتی انا الور ما مستزکی محمد دبیجه دبی حتی کلمت مهاجر هنا بی اوروپا لا يحبذها السکان الاصلیین الاوروپیین و یعتبرونها عنصریه علا عبدی پاشا دبیجه حمو كرد كوچ بربون د چارچوا كردستان ايدي و هگر گوتنا مهاجر تي گوتن يا تيب كراس كرن لأو كسين گوت ترك و روساوان كوچ بر كر
دبي ديمك أم حمو مهاجرم نجامي بعربي نبيساندي كل الكرد هاجروا ضمن حدود كردستان أو زانيك بيتش دبيجي جبرقو حمو إليما تفقر شيبون إيج رجلاتي كردستاني هاتن باكوري كردستاني داكتن رجعواي كردستاني إي جباشوري كردستاني أما واسيبكا إلامش شنغالي چون أنا الزوزاناني تتاقين الباطنوسين الرجيشين الأرمينياني يعني ديمك أوجي مهاجر دبي كل الكرد هاجروا ضمن حدود كردستان وإن كانت كلمة مهاجر تنطبق فقط على من تم تهجيره من قبل الترك والفرس فكلنا مهاجرون بافي باهو سلافو ريستر از هو تخوازم از كومنتي واجبيرناكم ما مستهى سيف الدين حسين سلافو ريست جيري وج إيلا دلما مكاري دبيجي هذا كان من دواعي سروري وكنت أرغب وأطالب من كل مهاجر أن يعود لعشيرته الأصلية فكلهم أصلاء وفق الوثائق التاريخية التي وردت في هذا المجال ويؤكدها الأستاذ علي أدامه الله وحفظه ريزو سلاف شتر وشكسي زانيار ميناتر ومنا تماشوانا إيغو نازدكن ديروكي نازدكن ديروكي نازدكن أسكردم سلاف وريت شتر وجبرزان عز الدين عباس م مخنت از دبم او سلاف ريش ترجي برزان او يوسف شيخي او مامست سيف الدين جي دبيتشي دبي صدق الاخ على اباشا فكلنا مهاجرون وكان مصيرنا متطابق وحياه اباؤنا واجدادنا متشابهه له التحيه والتقدير راست له التحيه والتقدير خورتك ميولو زانيار بي از بخك لك كيف عملتي وزي خورتي ما زانيار وزانا هاها باش محمود محمد أوجي حسني بالا خبتيني دبيجي البعض كان يقول اذهبوا وابحثوا عن أصلكم لا تعرفون من أين أتيتم لربما أنتم من الغجر أنا أزقوت ناقة جوانار دبيجم دبيهرن كس نزاني بزي گوه باوي و شكوي يعني تبي گواگ گزانا بانا تي محمود لا شيخ موسى سليمان گزانا بانا تجوان گوت با اس حسني مگر سكني بانا روز گرتنا تب گرتنا شبو ديرو كاخوي كردي ناسكر شبو ديرو كاخوي كردي باش نرينا برزانچ برزان عز الدين عباس دبي ذكر كلمة مهاجر ليس انتقاصا من أحد وللجميع كل الاحترام لكن هم من ثبتوا هذا الاسم على أنفسهم لو من الأساس كل شخص رفض هذا الاسم وذكر اسم عشيرته لما ثبت الاسم عليهم لأن جميعهم ينحدرون من عشائر عريقة نولوي برزان جبرقو إيه هندقبون يعني تشلو أفجي قلك عشائرها هاتني وبلافكري نشكوباني تا ديركي باشي كردانا في مهاجر الوانكر دجيدي وانجي خديت خيو كا خديوان كستن نمونه مثال كي بيجم ام سيبكا اتزانت حاضر بود خلقا سيبكا و ارام خندي نگره كس گل كي سري بيد لروج اواي كرساني از دم على تني سيبكا ناس مالا ما مال عبد الله كله وما لا حجر فاعل العامودي هو دمال اوكي دوي دما هنا جي كرد عشائرين كرد عشائرين انا هيك بيجي علي تتشي عشائره توثيق دك او يا تينكي ويتب لفيني يعني جوي خلكي قشي عشائري ترى كرد عشائرين كز مرنا بيش كندينا عشائري برزان بريم جبرغو كردا ايغو بري وان كسا لسرخا كيبون افناف لوانكرن او جينا تشاربون جبو خوبتن سرهف جبو خوبتن سرهب يعني شقر ام بيجن تشيكن لا شكي تشيكن لا شكي كتلاكي هيكلكي تشيكن واناجي اغنى خوياي سرخو اريكرن قبول كرن و وانجي وقت بهيزك تشيكن جبو خوينيه و بسالي خوينيه و افتشتانات و اخوشك اشتا خوشك زاني او جي نچار بون گو بوينا فيره بوينا فيره مشيان لخلف اسماعيل ايفار باش درجي فواز عنترات بي ايفارا وحمية بخير بي وكردي ابن حماد بي سلاف وريش درجي
سلاف وريس. باشي عمودة عمودة، سلامي لك، أنا عمك عبد الرزاق حاج مجيد مهاجر عمودة، يعطيك ألف عافية على هيك شيء. سلاف وريز مامي دلالي جفير تا عمودة از ماشي شعبي تتكم. تي نم هاجري مامو تي حسني تنم هاجري خلف مونتي كارلو محمودي ما هنجي معلوماتي بالسر اف تشتانانا نت بيجا او ديرو كاكل كي كبنانا امي بيجن زاني امي زاني بن بي كيشان تشويك دي كيشان قولي دي وقولي دن بي توبشك دي دي يا تشويك دي دي. لقمان لالو جو حموار بيجا ايوار باش هيجانو شترجي ريزو سلاف لقمان دلالي عن ترات إلى شهبسني دبي حسنة حسنة 6 مليون حسنة دبي 6 مليون كا أزاد علي البيتشن حكي نفسان داتا ولو نافف كتياتي من كافة عشر من مناطق زوزان سرحد إلى المناطق الآمنة ومنها إلى كردستان سوريا، لذلك تجمعت عوائلنا وبعد التداول والتنسيق اتفقوا على تسمية المهاجرين، لذلك نحن هنا عشيرة موحدة تحت هذا الاسم نا قط نوايا كردا كردي بن خطي نافي مهاجرة لمكرن نقو تهاتو تأفنا بالخكر تأفنا بالخكر تي تي تب أمبيجن تب تيارة تب بيليرتشو قوت المهاجر مهاجر مهاجر وهم نتشاربون أفكالك وخكرن يك كتلة لي تبي جتهات وتخوى ناس كريم بمهاجر تير دا نا رحمن علي سلافا ما مش تزكي امشي سلافا جيرت شينن على عبدي باشا شيني في سانتي باش دبي تشما ليش جدودنا ما اطلقوا على العرب الذين قدموا من جزيرة العرب الى كردستان اسم مهاجرين؟ البنية الفكرية للكرد يجب ان تتغير. زحمت لي ام به فينا جوج بيجو هرتن بلكي زحمت كرد سر هفدو يلا دي ساد بيجي سيبكا هم اصحاب شنغال وارجع الى رحلة ابن بطوطة كانوا وقتها مسلمين. يعني تدبيجي سيبكا بيشي سلمان بون او سدي سدنا بسلمان بون بشتي غزوة عربة اش كردستانا مرة تيدبون بسلمان او هيت تشتكي دن بون يعني تبي يان ازيدي بون يان زردشتي بون يا كاكا ايبون سدي سد ولوي لي تدبي دوي دا ميدا بسلمان بون بشتي بون ازيدي دولو تبيجي شو يعني مسلمين؟ بقول أري أزبغا ساكن شو يعني مسلمين؟ مسلمين عفوا اليوتيوب كارثة بالكتابة هري يوتيوب أز ناس كم شاشتياتك يعني شنو مسلمين؟ شنو مسلمين؟ على شنو مسلمين؟ باش فواز عن ترات دنيفي سيني شورا دبي يا جماعة ما في عشيرة كردية باسم المهاجرين دس بيكي مقو بابي حسين مقو مهاجر عشيرن مگونا نه عشیرن دی مکزولو کارم بهم خلق بداوی بو مالا و آوا و بخاطر و لینا مگو شاهو باقی وی هنه و گداری به جاندار چه نویساندی علا از بندات کومنتات ما آنا تیوی جبرگو از البر نکتم جاندار احمد بیلکی اخید بی یا برای ما دی کچکی خواه نددان مهاجره و نشکش که مهاجرات آنی نه حمولو بون یعنی زانه هبون زانات ناف کرده هن که من زانات ناف کرده ات لی هن لی آوینه مجیه وان ایگو بلکه شتر دوتن تی حسنی ایگو ده قات عرشیرات الآوان ده قات بیست قات
لاوان بلكي شبيركات اي حيدر يجي قلت ان ما جو حيدر 20000 مال بون يعني مقو قاسي تشار دولتي خليج بون وي تشاغي ولو في في كيماني على عبد باشا بسيب كان من العشائر السورانيه الكرديه العريقه جاندارد بي ازل سر هناك عشيره كي كان دبيجم اريري اجي ما بس تاع قصد تاع ما فهمكر كاميران دبي ايفارا تاع وحموت ما شفانا بخير به محمود كولو دبي انا استمتع بمداخلات الاستاذ على عبدي باشا وانا ايضا يا محمود كولو على عدي باشا بيبي مو مخي نزلت خمجي زخوي نمجي زتات خمج بو هايت دبي نافي قودرسترج حيدر نافي وان هيران انا هيرانا قال لي تما شفانا علاء قابط شتات بيجي نجم خد بيجي انا قلت انا كلو ود بيجي كردك ام بين نجت فرستو وما بنا هيرانا اين حيدر قابط بيجي بجدر بيجي مصدر بيجي دشت 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 خاكا راست خلف عردار راست سلامت يا خيري بجاندار سلامت يا خيري الزنديب دا يكم زي التليفوني تبكم بلي هيجا او بخوا انا هاد بيجن هس هس هسنا هسنا جبرقو ناديو عم بقلك هاوي قوتن هسنا تي قوتن حسنا حسنك حمد امين زكي برتوكا خد وقت زانه دبي حسنان لو اب فيرنجي قال لك انا ابو انت قلت لي هي درست حسنانه حتى جو هنا كي دي مزن ببن اي دي امي زانا ببن روشانا قال لك نباشه او شامع قال لك نباش اما مستشار در جبرد برا تشبيج برا بيجويا او مديت ولا مليجي فانا جران سريم جير نفالاي از فياد بيجم انا محمود محمد بيجم مستد بيتشي دبي للاسف بعد ما اطلقوا علينا مهاجرين اصبحت دارجه بيننا ايضا وانجبرنا على ان نطلق على انفسنا مهاجرين وللاسف هذه العشائر عددها لم يكن بالقليل في روجافاي كرسان ولكنهم متفرقين ولم يتحدوا ابدا جبر فيك از دبيجم از بر فيك دبيجم تشي يكي كسي جوان طاط مهاجر دوتن مهاجر ادي بس شخور نبين مهاجر بس اگر مهاجر دي كس نما ينبوي مهاجر ايك او نم مهاجر بريوي يا خاي مهاجر اي بلا قبيجن يعني يا او ابا ايلن يا أب يا مهاجر يا او ايلن ما بس تام خوش ناسكن ايل ولات ماي اوكي او ايل ماي اي در كتيج در واقع خاكا كردستاني بو مهاجر ديمك او تشتك خاوي تشتك يا او تشتك و باوي تشتك او تشتك و جاي تشتك ناوي مهاجر تي ادنا رينا عمده از ويا بانجا كجوار نداء كجوار اش كسير ارينا كن جوار بيجن مهاجر جيرو بيج برغو او يش در بيج او مهاجر بوي بوي هاوي او كيت بي رامان تب يعني منطقي او بيت فكري ايش بو خشك من البركه او جي مهاجر ما شي فواز عن تراد بيجيتشي فواز عن تراد بي العرب الذين قدموا الى ارضنا هم غزاة وليسوا مهاجرون هر بيجيش ترى غزاة ما تشنه حسن قمو ايفار باش سلاف وريش تر هيجا وسباس قوت السلاف وريش تر على يعني على داني انه يعني مسالمين مسلمين يا ربي ازنا ما زانم بخوينم تشمل باش ازي على بخوينم دبي نعم وقد ذكر هذا الشيء ابن بطوطة في كتابه الإيزيدية ظهرت في كردستان بعد الاحتلال الإسلامي
سيف الدين الأخ علاء، عند العرب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولما هاجر من مكة إلى المدينة سموا باسم المهاجرين، والذين استقبلوهم في المدينة سموا الأنصار، علما أنهم كانوا قبائل وعشائر عربية. ليريز قرت نوار قرت ما مستهل دا دفرامة ج دفرا كوباني تاجمتا أم بين برايا خلكي نبي نريني أنصار ومهاجرين خياي المدنرين خياي جا أو قال لك جوان هبو ميرانيا وان تنبو قد رود بيجن أتما بس دام قص دام خشك نازدك يعني تدي تواي واي جاندار داني حسني دقو قال لك هبون هناك عشائر يعني قبائل هبون دقو قيزي خندن مهاجرة وش قيزي وان جينين محمود جي أو جي حسني دقو جمرد هاد قوتن انو كان بنزان أصلي وشي بلكي ونقارد شي بل نا خلف نا 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 كوچر ايلك جدائي كوچر جيري ازغرتني كوچر جسيرتي دس بيدك تا تلكوچر محمود محمد بي العم فسيحي موشي فسيحي محيي ميرزا كان من قادة ثورة الشيخ سعيد، واضطر للنزول إلى روش آبا هربا من بطش الأتراك، وكان معروفا هنا بفسيحي موشي بجبروته وقوته. وبعد العفو عنه عاد إلى موش وهو كان زعيم الحسنة في بلاده، قال لجدي عندما كان هنا للأسف نحن مغتربون هنا والعشائر والعائلات الثانية ينظرون إلينا النظرة الدونية، ولكن هيهات يذهب إلى مناطقنا ويعرف من نحن. أز فياد بيجم فسيحي موشي فسيحي موشي قال لك إيل بشعبك بتشوشك المهاجرة دنارين و نزاني بون بيكان افانا شكيجان شكيجان الين ام از دي ساد بيجم مزرترين ال قبائل وعشائر سرانسري كردستاني وكابن احمد امين زكي باولود بيج انا قلت نعم ايه من بتعافي خدي بتيش خد ام الدبلات وتاقي صار ده حزار و سيزده رحمه خده لي بس مامي بافيما ام چون شينكي ام تاقيان شيني غولفير جبرغو جمرغو علي جغنده ما برداوا تا تو تاقي گو نوت و پنج گند هنه نوت و پنج گند هنه گو جي حشتي و پنج گند ام اي سيب کانه حشتي و پنج گند گو ام اي سيب کانه مگو ايدن اپو گو ايدن گو از دبين پنج گند هنه او جي مستوطنه ترکن گو دولتا ترکی وان آني خست ناب من و گو او پنج ايدن گو ايلني دنن يعني حشتي و پنج گند لتو تاقي لدورا تو تاقي تنه و گل توتاق گو توتاق گونزیکا 20 هزارای 2013 گونزیکا 20 هزارای گوجی 15 هزار سیب کینه فرمو که و یک بیشتر به جو ملت نه نه وانا یعنی بلنگازن یعنی مجیوان گل کی خزانه فقیرن کوچر کوچر واحد بیجه یه کوچر شو کوچریه هاتیه دبي او بسنكه نعشيره كوچر برايوان عشيره ميران وكوچرات وصف لاتحاد قبائل البدو الكرد باشا قرتشكي وانا بابهم بنفسي شخو اس خلكي بدايتكم و اس بهيفيمه اس بهيفيمه جكي جان يكي ايك جير دهات قوتن يعني ش ام ام جمر دهات قوتن مهاجر هر يك إلا خوبيش هر يك إلا خوبيش ايش تر گوش قط تو مهاجر شو اوجي مهاجر فواز عن ترات كوتشر الكرد من عدد عشرة كانوا يرحلون من اجل ايجاد المراعي لمواشيهم وما مستأشرف جدي بيجي نعم اخو على عدي باشا كوتشر بس ند بيجي لسر كسين بوغ لسر شوانتيت كرن شفباش حجي سلافو ريس سرچاوه ما شترجي سلافو ريس
بهذينه كو اف خلق بالسودابو بفيدابو هناك اغاهين ما خوندن من قاريبو سركسي قوتبا او ال برن وعشير برن جبرغو يعني بدم قرا السروانتينا تسرحي درا تني بيد روكشتر كرك يعني ددم قريت طيبه تشتر كرك وشبه هيك خشبو وسباس جوا وش كومنتي ورا من السودا فيدا مش كومنتي وديتن ورا خلك جدا ومجارك جدا ونحمي بمين تخشيد سباس جوان.